ليه؟ مالك يا ابني في ايه؟ بقالي شوية بحاول أوصل لغدا ومش عارف. جايز خلصت الجيم وراحت لحد من صحابها. ما تقلقش زمانها جاي. صحابها مين بس؟ وبعدين دي اختفت من غير ما تقولي ومش عادتها إنها ما ترجعش تكلمني. حتى كلمتهم في الجيم قالوا لي إنها مشيت من بدري، فأنا مش فاهم بقى هي فين. يبقى يمكن تكون راحت تعمل شوبينج. ما أنت عارف غادة لما بتعمل شوبينج بتنسى الموبايل وبتنسى نفسها وبتنسى الدنيا كلها. هو فين؟ بطل العربية. انزلي يلا. انزل فين؟ انزلي. حاضر حاضر. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الله يسلمك. أنت جايبني هنا ليه؟ مش عايز أسمع صوت. تعالى من هنا يا كابتن. اقعدي انت. اربطها اعرف. حاضر يا كابتن. انت هتقتلني؟ هتقتلني؟ والنبي ما تموتني. والنبي والنبي بس والله انا ما بس مش عايز اسمع صوتك. لا يا مرسي انا متشكر على المطرح بس انت مطمن؟ امان يعني؟ امان الامان يا ابو جلال. ده حتى ما وصلهاش الجن الازرق والدنيا هناك هو ما في صريخ ابن يومين. الرجاله بتوعنا متنطورين في كل مكان وبيأمنوا ظهرك. ده انت تؤمر ابو جلال. بس اسمع بلاش تهور ووزن الامور وخلي كفه الحق هي اللي تطب. سلام ابو جلال. ما كانش لازم تطوع يا مرسي، ده راجل غلبان واللي بيعمله ده بيحط رجله في عش دبابير قرصتها والقبر. اللي معاه الحق في ظهره ربنا يا سميه.